السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم تاريخ من الشارع. مين فينا ما يعرفش محمد علي باشا؟ مؤسس مصر الحديثة، صاحب الإنجازات الكتير زي إنشاء القناطر الخيرية، حفر ترعة المحمودية، الاهتمام بالزراعة والصناعة والتجارة، الاهتمام بالتعليم وإرسال البعثات التعليمية، الاهتمام بالجيش وتسليحه وتزويده بأحدث الأسلحة، وغيرها وغيرها وغيرها، إنجازات لا تعد ولا تحصى. بس النهاردة احنا جايين نتكلم على جانب مظلم في حياة محمد علي. كلنا بنسمع عن لعنة القصر، عن لعنة فراعنة، عن لعنة موجودة في الأساطير أو حتى في الأفلام، بس يمكن اللعنة اللي صابت محمد علي كانت حقيقية. في يوم الجمعة 1 مارس 1811 اتخلص محمد علي من المماليك في مذبحة القلعة وانفرد بحكم مصر، ولكنه لم يدرك أنها بداية اللعنة. معاكم أحمد زاهر وحلقة جديدة وموسم الحصاد. فتش في دفاترك القديمة، دور على الحاجات اللي مش عايز تفتكرها، أصل كل حاجة غلط عملناها لازم ندفع ثمنها حتى لو تأسفنا. بيقولوا إن كل واحد بيعمل حاجة غلط بتتردله بنفس الطريقة. الأول طوسن باشا ابن محمد علي، في سنة 1807 بيطلب السلطان العثماني مصطفى الرابع من محمد علي إرسال جيشه للحجاز للقضاء على الدولة السعودية الأولى، وبالرغم من مماطلة محمد علي في إرسال الجيش إلا أنه في سنة 1811 بيقرر إرسال الجيش بقيادة ابنه طوسن باشا، وفي معركة تربة في مدينة الطائف بيتصاب طوسن باشا إصابة خطيرة، وبعدها مباشرة بيموت متأثر بإصابته. وبيخفي محمد علي الخبر الحقيقي لموت ابنه، وبيدعي إن ابنه مات بالطاعون، وساعتها بيفكر محمد علي بينه وبين نفسه إن ده جزاء اللي عمله وإن خلاص الأمر انتهى، بس ما يعرفش إن دي هي لسه البداية. التاني إسماعيل كامل ابن محمد علي، في سنة 1820 بيقرر محمد علي إرسال الجيش لضم السودان، والجيش كان على رأس فريقين، فريق بقيادة محمد بيك الدفتر دار، والفريق التاني بقيادة إسماعيل كامل ابن محمد علي الشاب، اللي بالرغم من تأكيدات والده عليه ان الهدف الاساسي للحمل هو جمع عبيد للعمل كجنود في الجيش، الا انه بيطلب من الملك نمر ملك شندي ضرائب وعبيد، وما بيكتفيش بكده، لا كمان بيضرب الملك نمر بالبايب على وشه قدام اتباعه. الملك نمر كان هادي جدا وتقبل الامر، وكمان دعا اسماعيل كامل على احتفالية بسيطة، وبعد انتهاء الاحتفالية بيولع الملك نمر في اسماعيل كامل، ويموت اسماعيل كامل محروق. ولادك يا محمد يا علي بدأوا يمشوا واحد ورا التاني، بس اللي جاي أصعب. التالت محمد علي نفسه. كبر محمد علي في السن، خرف، اتصاب بالشيخوخة والزهايمر، وفي سنة 1848 بيقرر أولاده عزله عن حكم مصر. وفي حكمة دايما بقولها لنفسي، الدنيا مليانة أبواب كتير، بس في باب لما تدخله مش هتعرف ترجع ليها تاني. يموت محمد علي وتموت معاه كل أحلامه وطموحاته اللي حققها واللي محققهاش، بس قصتنا لسه مكملة. الرابع الحفيد عباس الأول، سنة 1848 بيتولى عباس الأول حكم مصر، ومع توليه بتضرب سياسة الشك والتخوين أسرة محمد علي، الأمر اللي بيوصل لمحاولة اغتيال الأميرة نازلي، ومحاولة تغيير وراثة العرش من محمد سعيد لإلهام ابن عباس الأول. الأمر بينتهي باغتيال عباس الأول في قصره في مدينة بنا. الخامس الأمير أحمد رفعت، سنة 1854 بيتم اغتيال عباس الأول في قصره في مدينة بنا، وبيصبح محمد سعيد باشا حاكم على مصر، وبتصبح وراثة العرش من نصيب الأمير أحمد رفعت. وبعد فترة قصيرة بيعزم محمد سعيد باشا العيلة المالكة على احتفالية في قصره في مدينة الاسكندرية، الكل بيروح ما عدا اسماعيل اللي بيعتزل لأسباب صحية. وبعد انتهاء الاحتفالية بيرجع الأمير أحمد رفعت لمدينة القاهرة، بس للأسف القطر اللي كان راكبه بيغرق في نهر النيل في مدينة كفر الزيات، وبتتحول وراثة العرش من الأمير أحمد رفعت للأمير اسماعيل اللي هيتعرف بعد كده باسم الخديوي اسماعيل. ناس كتير وقتها قالت ان الحادث كان مدبر، وناس تانية قالت انه قضاء وقدر، في النهاية الكل عند ربنا. مين اللي التاريخ نصفه ومين اللي التاريخ ظلمه؟
وعند الله تجتمع الخصوم. أشوفكم على خير في حلقة جديدة.